اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في مباشره من ضواحي تنجداد فاجعه بكل المقاييس، فاجعه الفيضان. هذا هو واد ايزيل في اللي يعني سياره رباعيه الدرب وكانوا فيها اربعه اجانب كنديين الله يواليهم، يعني اللي ولي برحمه الله اللي توفى، تم انقاذ جوج، واحد مات والثالث في عداد المفقودين. وهنا متابعي قناه شوف تي في، ومع تزامنا مع تساقط الامطار، الا وانه متابعي قناه شوف تي في غادي نقرب لكم الصوره بحضور رجال الدرك الملكي، وايضا بحضور اعوان السلطه، وايضا قائد المنطقه، مشكورين اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في قدموا يعني مجهودات اللي هي جد 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 جباره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأيضا في هذه التساقطات المطارية يحاولون متابعي قناة شوف تي في باش أنهم يسهلوا مأمورية مستعملي الطريق. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وأكيد متابعي قناة الشعب نحاول ما أمكن رغم هذه التساقطات المطارية نقربوا الواد إيزيلف باش أننا نشوفوا الفاجعة والطامة الكبرى اللي وقعت للأجانب اللي كانوا في الحقيقة متابعي قناة شوف تي في في رحلة، غادي نقولوا رحلة وداع، وأيضا رحلة أنهم سلوا العمل ديالهم اللي كانوا خرجوا من الخامسة صباحا، واللي كان الواد عامر وكان عامر بزاف بزاف، ما كانتش يعني حركة المرور كانت مقطوعة. زيد على ذلك بأنهم كانوا يعني خدامين في بول معادن تقريبا 24 كيلومتر على مدينة تنجداد. أربع كنديين متابعي قناة شوف تي في، كنديين جوج اللي فيهم منهم دي صندور، وأيضا جوج شيفان يعني دي شاف، واحد مات اللي هو شاف ديال الصندور، وجوج حاولوا ينقذوا راسهم بالسباحه، يعني استطاعوا انهم يسبحوا متابعي قناه شوف تي في ويخرجوا من هاد الواد. فاجعه في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في، هزت يعني كل ضواحي اقليم الرشيديه وضواحي وكذلك مدينه تنجداد، اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في لا تستهينوا بهذه التساقطات القويه الرعديه اللي كتشهدها، ايضا كيشهدها اقليم الرشيديه واقليم ميدلت واقليم زاكورا واقليم وكذلك ورزازات. ليكن في علم كل المتابعين ايضا والمتابعات بانهم ساكن عاد سالوا الكونجي ديالهم وبغاو يمشيو في حالهم، والشاف اللي ماد عاد بغى يخرج مسكين تقاعد، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وانا لله وانا اليه راجعون. وكانوا ايضا يعني من معلومات موثوقه متابعي قناه شوف تي في، كانوا مساكن انهم بغاو يحتفلوا بواحد المتقاعد، يعني عاد غادي يخرج تقاعد وغادي يحتفلوا فيه يعني بمدينه اكادير، لكن الالطاف والقدره الالهيه حاولت ما امكن، يعني بقى حاصل هنا جوج كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تي في، تم الانقاذ ديالهم بس يعني استطاعوا انهم يسبحوا ويخرجوا، وجوج واحد لقاوه. مشكورين لكل من رجال الدرك وايضا الاعوان السلطه والسلطه المحليه بصفه عامه من قوات مساعده وكلش، والاخر مازال في عداد المفقودين عفوا. حياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات، واعتذار تام مع تساقطات مطريه الان يعني خفيفه، وهذا الواد اللي حامل، وحنا كنحاولوا ما امكن اننا يعني نجيب لكم المعلومه من كما كيقولوا من مصدرها. الان متابعي قناه شوف تي في وحنا في وادي ايزيلف اللي كنشوفوا متابعي قناه الشعب، رجال الدرك الملكي مشكورين، وايضا رجال الاطفاء واعوان السلطه اللي مازال لحد الان واقفين متابعي قناه شوف تي في هنا باش انهم يسهلوا ماموريات مستعملي الطريق ويحاولوا على سلامه المواطنين. فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين، ودعواتكم متابعي قناه شوف تي في مع الشهيد ايضا الكندي وكذلك الاجنبي اللي مشى ضحيه هذا الواد، وخا كذلك يعني كانت سياره رباعيه الدلف رباعيه الدفع، وكانت يعني سيارة رباعية الدفع، لكن هيهات ما هيهات تساقطات مطرية كانت جد 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 قوية. فهنا متابعي قناة شوف تي في فقط أن الواد يعني راه على الأقل نقص واحد شوية، لكن لازالت التساقطات المطرية في هذه الأثناء. والآن متابعي قناة شوف تي في أكيد أنه يعني الرجال الدرك الملكي وايضا اعوان السلطه والسلطه المحليه، ومشكور سعاده القائد للمنطقه انهم متابعي قناه شوف تي في متواجدين الان هنا لسلامه مرور المواطنين اللي غاديين في الطريق ديال الملعب وارفود، يعني طريق الرابطه بين تنجداد
ملعب وأرفود حول ما يمكن أنكم ما تستعملوش هذا الطريق، ولا إذا استعملتوها غادي تلقاو رجال الدرك الملكي وأعوان السلطان اللي غادي على الأقل يبسطوا لكم مأموريات وسلامتكم وكذلك باش أنكم تمرضوا من واد إيزيل. وأن وكذلك يعني معكم في هذا البث وأيضا تساقطات مطرية في هذه الأثناء كنحاول ما أمكن متابعي قناة شوف تيفي أن ننقل لكم يعني أجواء هذه الفيضانات اللي في الحقيقة ما بغيناش توقع يعني شي كارثة اللي هي شي طامة كبرى، لكن للأسف الشديد هذا ما عطى الله غادي نقولوا بهذه اللغة ديال هذا ما عطى الله. وادي إيزيلف اللي مشاو فيه ضحية يعني الجوج ضحايا اللي في الحقيقة متابعي قناة شوف تيفي واحد تنقد والآخر مازال ما لقاوه وكيحاولوا الآن متابعي قناة شوف تيفي أنهم يقلبوا على الجثة ديالو يعني حاولوا ما يمكن أنهم يلقاوه، لكن لا زالت الآن البحث جاري على أجنبي اللي مر من هنا مروا ربعة من هنا يعني مع الربعة ديال الصباح واللي كانوا خدامين في المنجم كيف ما قلنا بأنهم جنسية كندية، جوج فيهم دي شاف وجوج دي صندور مات شاف واحد وواحد صندور وكذلك يعني واحد من الشيفان وواحد من الصندور اللي ماتوا، جوج حاولوا انهم ينقذوا راسهم كيف ما قلنا متابعي قناة الشعب بالسباحة واستطاعوا يخرجوا واللي كانوا خدامين متابعي قناة شوف تيفي من البداية ديال 2024 وهما خدامين بداوا في هذا المنجم وسالوا الكونجي ديالهم وبغاو يمشيو بحالهم، والشاف اللي مات عاد بغى يخرج مسكين تقاعد وكانوا بغاو يديروا ليه احتفال يحتفلوا به يعني بمدينة أكادير. فهنا متابعي قناة شوف تيفي هذا هو وادي إيزيلف وواتساط وكذلك اللي كنتمنى كل مستعملي الطريق انهم يتوخاو الحيطه والحذر. وانني كنشكر مجددا كل من قائد المنطقه والنساء ورجال الدرك الملكي واعوان السلطه بقياده فركله واعوان السلطه ببشويات تين جداد للوقوف ديالهم متابعي قناه شوف تيفي جنبا لجنب لتسهيل ماموريه كل من مستعملي الطريق. وهنا متابعي قناه شوف تيفي اكيد الى درنا غادي نلقاو رجال الدرك الملكي ورجال وكذلك القوة المساعدة مشكورين وأعوان السلطة ورجال الوقاية المدنية وكذلك مشكورين لإنقاذ ما يمكنه إنقاذه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بأن هذا الواد راه كان فايت هذه البلاصة فين كنصور يعني فين ندير أنا هذا البت كان الواد عامر وعامر بزاف ولولا يعني تدخل السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي كنش لقينا يعني مجموعة من الضحايا آخرين يعني غرهم ما غاديش نقولوا بانه غرهم الشيطان، قالوا بان السياره رباعيه الدفع وانها تقدر تدوز من هذا الواد، لكن هيهات ثم هيهات متابعي قناه شوف تيفي الواد حمل والتساقطات المطريه جد رعديه وقويه خلات انهم جرفهم سيول هذا الواد، جوج مساكن نقدوا راسهم وواحد مسكين لقاوه ميت جبتوا الجده ديالو والاخر في عداد الموتى. فكنتمنى لعداد المفقودين وايضا في عداد الموتى وكذلك لانه لحد الان مازال ما تلقى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا متابعي قناه شوف تيفي كنقل لكم وكذلك الخيرات ديال الله حمدا لله وشكرا لله، لكن للاسف الشديد واسفاه ثم اسفاه فاجعه بكل المقاييس وفاجعه الفيضان متابعي قناه شوف تيفي اودت بحياه اثنين أجانب اللي تم الإنقاذ واحد ولو أنه ميت والثالث في عداد المفقودين. وفي هذه الأثناء متابعي قناة شوف تيفي رياح وكذلك قوية وزيد على ذلك أمطار اللي هي خفيفة شيئا ما، لكن هناك نشرة إنذارية تقول بأنه يعني على المستوى اليقظه والاحمر انهم يعني يحاولوا ما امكن يتوخاو الحيطه والحذر لكل مستعملي الطريق والطريق ديال مدن الجنوب الشرقي خصوصا اقليم الرشيديه واقليم ميدلت واقليم زاكورا وورزازات.
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بغينا كل المتابعين والمتابعات وكذلك ينورونا ويقولنا يعني أشنو وقع في مجموعة من في إقليم طاطا وأيضا إقليم ورزازات وإقليم زاكورة اللي شهدنا يعني شهدنا التساقطات اللي هي المطرية جد خطيرة قوية جدا اللي ودات يعني بمجموعة من منازل الساكنة وأيضا أغرقت البنية التحتية ديال إقليم زاكورة وإقليم ورزازات. والآن نحن نشاهد يعني هنا بواد إيزيلف في طريق الرابطة بين تنجداد إلى فرك إلى الملعب وأيضا أرفود. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى أن البث ما يتقطعش ولو أن كاين واحد شوية ديال الشتاء، فنتمنى أن البث ما يتقطعش ونوصلوا يعني هذه المعلومة لكل المتابعين ويحاولوا يتوخوا الحيطة والحذر لأن هذا الويدان يعني ما فيهم ما معاهمش اللعب. فهنا راحوا ضحية فهنا يعني أربع كنديين أربع أجانب اللي على الأقل أن جوج نقدوا راسهم بالسباحة عرفوا أنهم نقدوا راسهم أنهم عرفوا غادي يسبحوا ونقدوا راسهم وجوج واحد لقاوه ميت راه تجبد والثالث مازال لحد الآن مازال ما لقاوه. فدائما أجدد كل الترحاب والتحية لكل متابعي قناة شوف تيفي وليكن في علم المتابعين والمتابعات أننا وكذلك نغامر بأنفسنا باش أننا نوصل لكم المعلومة وتوخاو الحيطة والحذر. مشكورين فرسالتي لكم فحاولوا ما أمكن أن اللي عنده شي عائلة اللي عنده شي أسرة اللي عنده شي واحد من يعني غادي يجي للمدن الجنوب الشرقي وخصوصا مع هذه النشرات الإنذارية يحاول ما أمكن أنهم ما يستعملش الطريق. واكيد كنتمنى منكم انكم تفعلوا البارتاج لكل الاسر ديالكم وهذين الخوت ديالكم الاصدقاء ديالكم باش ما يمروش من مجموعه من الويديان وما يستاهلوش يقولوا بانهم عندهم سياره رباعيه الدفع ولا عندهم سياره غادي تقدر تدوز ولا اي حافله ولا اي شاحنه. راه قوه المياه قويه جدا قوة التساقطات المطرية راه لا نستهين بها. هناك نشرة إنذارية تقول بأن هناك عاصفة رعدية وزخات مطرية اللي هي جد قوية فلهذا توخوا الحيطة والحذر لكل مستعملي الطريق وخصوصا لأن الرؤية كتكون غير واضحة وزيد على ذلك الويدين كلهم حملوا وخصوصا نتاع شاد مجموعة من السدود. لكن نتمنوا أن هذا الخير الحمد لله ما يرجعش علينا كيف ما كيقولوا ما يرجعش علينا بخسائر بشرية. والآن يعني ولينا كنشوفوا خسائر بشرية في إقليم ورزازات وإقليم زاكورة وأيضا إقليم طاطا. أنقذوا ما يمكن إنقاذه من إقليم طاطا لأن إقليم طاطا يستغيث فهل من مغيث. وكنلقاو فقط أن رجال السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني هما اللي خدامين ليل نهار ومجموعة من المسؤولين الشرفاء اللي خدامين ليل نهار باش أنهم ينقذوا ما يمكن إنقاذه. فهذا هو وادي إيزيلف اللي في الحقيقة متابعي قناة شوف تيفي أكررها بأنه الضرب عادي للأجانب جوج حاولوا ما أمكن أنهم يخرجوا من هنا سباحة والجوج أخرين واحد لقاوه ميت على الأقل راه جبدوه والثالث متابعي قناة شوف تيفي لا زال لحد الآن في عداد المفقودين. لهذا راه كلشي مشى بحالته كنلقاو فقط غير رجال الدرك الملكي وأعوان السلطة متابعي قناة شوف تيفي اللي في هذا الأثناء كيسهلوا مأمورية مستعملي الطريق وكينصحوا بأنهم بشوية عليكم وهامنين دوزوا ورجال الوقاية المدنية ورجال القوات المساعدة السلطة الحمد لله بهذه المناطق خدامين 100% متابعي قناة شوف تيفي لتسهيل مأمورية كل مستعملي الطريق كل يعني جهه ديال المدن الشرقي. وهنا متابعي قناه شوف تيفي اكيد ان الواد كيف ما قلنا بانه راه نقص لكن الان وفي هذه اللحظات متابعي قناه الشعب راه مازال كطيح ومازال الواد وكذلك يعني يكون خطير ربما بالليل ولا بالصباح. لهذا انصح كل مستعملي الطريق انهم يحاولوا ما يمكن انهم ما يستعملوش هذا الطريق في ظل هذه التساقطات المطريه اللي جد خطيره رعدية وعاصفية
فالله يحفظ. اكيد فرحتنا بهذا الويديان، فرحتنا بالسدود عمرو، فرحتنا بهذا الخير ولله الحمد، لكن ما بغيناش خسائر بشريه اللي ولينا كنسمعوها الان متابعي قناه شوف تيفي. لهذا كنتمنى من كل المتابعين معنا عدد مشرف الحمد لله، عدد اللي هو كبير، وكذلك بغيناهم انهم يرفعوا البارطاج باش ان كل واحد يشوف هذه الطرقات ويشوف الوديان اللي جايين يعني في مدن الجنوب الشرقي. وهنا غادي نقولوا هيهات ثم هيهات لمنتخبينا ومسؤولينا على البنيه التحتيه اللي كاينه، فقط غير زخات مطريه، ولو ان الحمد لله القوه ديال الله تفوق كل المسؤولين وكل المنتخبين، لكن تنتمنوا ان البنيه التحتيه انها تكون قويه، ويكونوا القناطر قويين، ويكونوا ايضا حتى تكونوا الطرقات وكذلك قويين. ما نخليوش فقط رجال الدرك الملكي ومشكورين، وايضا رجال السلطه المحليه مشكورين، وجنود الخفاء من مسؤولين كبار اللي جاوا انهم يطلوا ويشوفوا ماذا يقع بضواحي تنجداد، وماذا يقع بضواحي زاكوره، وماذا يقع بضواحي ورزازات. لهذا اشكر كل قياد هذه المناطق وشوات كل هذه المناطق ورؤساء الدائرات واعوان السلطه ونساء ورجال الدرك الملكي اللي خدامين ليل نهار ما كيغمضوش عينيهم ليل نهار باش يسهلوا ماموريات كل مستعملي الطريق وسلامه وحفاظا على سلامه المواطنين. امن وامان واستقرار فلا حول ولا قوه الا بالله لمسؤولينا ومنتخبينا العار اللي في الحقيقه كنشوفوا بنيه تحتيه الله يلطف وصافي. هنا متابعي قناه شوف تيفي فين هذا الواد في الجنوب الشرقي رشيد اللي كيسول على الواد بانه هذا واد ايزيلف، هذا واد ايزيلف اللي هو في الدخله ديال مدينه قلميمة مدينه تنجداد. قبل من الدخله كدور على يديك يعني اليسر الرون بوان كاين ملعب وارفود، يعني الطريق اللي غاديه الملعب وغاديه الارفود هذيك هي الطريق تقريبا ما بينها وبين ملعب 17 الكيلومتر واد الساط ووادي ايزيلف. الجنوب الشرقي دائما في العذاب، اكيد اننا شاهدنا في 8/9/2023 زلزال الحوز، والان متابعي قناه شوف تيفي نرى فيضان الجنوب الشرقي في 8/9/2024. شكرا جزيلا سي رشيد، وشكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات، فاتمنى من كل المتابعين والمتابعات الله يعطيكم الخير. راه ماشي السرعه هي اللي غادي تقدر تدوزكم من الويدان، راه ماشي السرعه، راه كاين تهور بعض السائقين، كاين تهور بعض مستعملي الطريق، راه كاين تهور كبير. ولينا كنشوفوا بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعه من المتهورين بالشاحنات وبالحافلات وبالسيارات رباعيه الدفع، راه الويديان حاملين بزاف، وبان هذه القوه ديال هذه الامطار والزخات المطريه الرعديه والعاصفيه راها قويه بزاف، وراكم عارفين الماء بانه قوي وقوي بزاف. لهذا ما كنصحش انكم تستعملوا الطريق، وما كنصحش انكم تغامروا الا باستشاره اعوان السلطه والسلطه المحليه ورجال الدرك الملكي اللي هما ساهرين عليكم هنا ليل نهار باش انه ما توقعش شي كارثه. لكن الخمسه ديال الصباح متابعي قناه شو تيفي هاد الاجانب بغاو يشدوا الرحال ديالهم، لانهم سالوا الكونجي ديال سالوا العمل ديالهم وشادين كونجي، وعلى يعني على حساب مصادر موثوقه واللي كيقولوا متابعي قناه شوف تيفي بانه واحد يعني بغى يخرج تقاعد وبغاو يحتفلوا فيه وكذلك بمدينه اكادير. لكن الالطاف الالهيه جرفات السياره رباعيه الدفع والقتها ارضا، وجوج كيف ما قلنا حاولوا ما امكن انهم ينقذوا راسهم سباحه، والجوج الاخرين متابعي قناه شوف تيفي ما استطعوش. لهذا انصح كل المتابعين والمتابعات اللي عنده شي عائلات وخصوصا وتزامنا مع الدخول المدرسي ما تغامروش بريوسكم، ارواحكم غاليه. لهذا كنتمنى من كل المتابعين والمتابعات يرفعوا مستوى البارطاج لكل العائلات ديالهم، فنحن نغامر ايضا باش اننا ندوز لكم هاد الفيضانات وتشوفوا يعني معاناه ساكنه الجنوب الشرقي، وتشوفوا معاناه نساء ورجال الدرك الملكي واعوان السلطه. وانا معكم في هذا البث الا ولانني سارد بالشتاء، ومع ذلك احاول باش انني نوصل لكم الرساله وتوصلوها وكذلك حتى انتم بالدور ديالكم لكل العائلات ديالكم. فالله يرزق السلامه والله يحفظ كل المتابعين والمتابعات، وهذا هو قدر الله وقضاؤه. راحوا ضحيه واد ايزيلف، وكنتمنى ان يعني انهم غادي يلقاو يعني يلقاو هذا الاجنبي، لانه لحد الان مازال ما لقاوه، وباش انني ندخل ونشوف معاهم واد اللي غادي الواد ديال الملعب وكذلك
فانا غادي نحاول ما امكن غادي ندخل باش اننا نشوفوا واش لقاو هذا الاجنبي ولا ما لقاوهش. واد ايزيل في متابعي قناة الشاب ما بين قلميمة وتنجداد، ماشي ما بين قلميمة وتنجداد، ما بي يعني كتدخل تنجداد وتدور بحال الا غادي بحال الا غادي للملعب وارفود. يعني ما كنتمنى مغامرة السائقين سواء حافلات شاحنات مستعملي الطريق اللي غادية من تنجداد للملعب وغادية لارفود يحاولوا ما امكن انهم يستشروا مع اعوان السلطة ويستشروا مع رجال الدرك الملكي واش الطريق مسموحة ولا ما مسموحة. شكرا جزيلا على هذه المجهودات اخي هشام، حياك الله اخويا هشام حوزي اللي كيقول شكرا على المجهودات الجبارة لنقل المباشر. نسأل الله السلامة والعافية يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين. فلهذا كنتمنى من كل مستعملي الطريق أنهم يتوخاو الحيطة والحذر. وأكيد متابعي قناة الشعب كيف ما قلنا راه عدد الحمد لله مشرف كاين هنا معنا، لهذا رفعوا في مستوى البارتاج، فالإنسان ما غادي يخسر حتى حاجة، مستوى البارتاج أنه يترفع ربما على الأسر الأخرين شادين الطريق بغاو يدوزوا بغاو يشوفوا مجموعة من الوديان، لهذا راه فرح الله هو هذا، التساقطات المطرية راه فرح الله، غادي تغسلنا وتغسل قلوبنا وتغسل بزاف ديال الحوايج، لكن ما بغيناش يكونوا خسائر كيف ما قلنا بشرية اللي غادي ما غاديش نقول ندموا عليها، راه غادي ندموا عليها وكذلك، ولكن ما بغيناش خسائر بشرية. شكرا لك أخي الفضيل علي العزوزي أو الألي الزاوي، حياك الله تبارك الله عليك والشكر موصول لكل المتابعين والمتابعات. وكيف ما قلنا متابعي قناة شوف تيفي اكيد غادي نعاودوا قراءة عنوان هذا البث وايضا مصطفى عبد الله اي خبر تيفرحني وتيفرح المغاربة، هذا راه فرح الله ولله الحمد، لكن هاد فرح الله هاد وادي ايزيلف راه دا اربعة ديال الاجانب، أربعة ديال الأجانب اللي تم إنقاذ جوج وواحد مات والثالث في عداد المفقودين، راه مازال لحد الآن كيقلبوا عليه، مازال لحد الآن كيقلبوا عليه. أمالوك حياك الله سي أمالوك، شكرا لك أخي على هذا البث بلال العمراني ومجموعة من المتابعين، فشكرا لكم ثم شكرا لكل متابعي قناة شوف تيفي. لهذا متابعي قناة الشعب لازلنا معكم في تغطية فيضانات الجنوب الشرقي، ففي الحقيقة متابعي قناة الشعب فيضانات الجنوب الشرقي كشفت على البنية التحتية لمسؤولي ومنتخبي هذا الإقليم، إقليم الرشيدية وإقليم تنجدة وإقليم ميدلت وإقليم زاكورة وإقليم ورزازات، بنية تحتية اللي في الحقيقة متابعي قناة شوف تيفي صدمنا بها، لكن قوة الله كبيرة وكبيرة جدا. تحياتي لكم أخينا الفاضل وشكرا جزيلا لكم على هذا البث المباشر، فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. لهذا حتى السيد اللي أمامنا متابعي قناة شوف تيفي من يعني خدام وكذلك حتى هو في المنجم، لكن وكيتأسف وكذلك الروح ديال هاد الضحايا اللي مشاو واللي كيقول إن لله وإنا إليه راجعون، بقاو فينا مساكن وكذلك لأنه خدام معاهم حتى هو، ولو كلمة مسكين واحدة غادي يقدر يقولها تيقول لك غير عظم الله أجرنا وأجرهم وأجركم وكذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكرا السلام عليكم نتوما اللي كتغامروا باش تنقل الواقع، أكيد سي رضوان سافانا أكيد أننا كنغامروا باش ننقلوا لكم مجموعة من الكوارث اللي كيوقعوا في مغربنا هذا. لهذا راه رسالة واضحة لكل مسؤول غير، والله كون شفتوا الحالة ديالي دابا حاليا وهذه الأمطار اللي كطيح يعني سردنا كاملين، غادي نجيبوها غير بشي مرضى، لكن الشفاء العاجل للجميع ونتمناو ان شاء الله ان فقط تكون رساله واضحه وبكلماتكم وبدعائكم الحمد لله ما يوقع والو. دام لك التالق اخي حياك الله سي امالك، فشكرا جزيلا لكل متابعي قناه شوف تيفي. فانا كيف ما قلنا باننا نتواجد متابعي قناه الشعب هنا بواد ايزيلف اللي في الحقيقه متابعي قناه الشعب أربع أجانب جرفاتهم سيول هذا الواد ولحت السيارة، جوج نقضوا راسهم بالسباحة والثالث لقاوه ميت تم الإنقاذ ديالو، والآخر متابعي قناة شوف تيفي مازال في عداد المفقودين.
بالنسبه لايوب اللي كيقول لك اين هي فرقه البحث، اين هي فرقه البحث على المفقودين 15 شخص. هنا متابعي قناه شوف تيفي ربما انه يقصد اقليم طاطا. بالنسبه جزاكم الله خير بارك الله. فرق البحث اللي كيبحثوا ايضا على هذا الاجنبي راهم يعني فضواحي وكذلك ملعب، لان هناك عاصفه رعديه وجد قويه وما غاديش يكملنا البت باش اننا نقدروا ندخلوا للواد وغادي نشوفوا ونقلوا لكم هذا البت حتى يتم الانقاذ ديالو. فقط اننا اعطيناكم معلومات حول هذا الواد ايزيرف، وهذا هو الواد اللي يعني جرفات سيوله سياره رباعيه الدفع ديال هذا الاجانب. وايضا ننصح كل مستعملي الطريق انهم يستشروا مع كل اعوان السلطه والسلطه المحليه بصفه عامه، وايضا رجال الدرك الملكي الصاهرين والعيون التي لا تنام بهذه المنطقه. كيف ما كتشوفوا بان سماء الله الحمد لله كيفاش دايره، فاكيد انه غادي تكون زخات اللي هي وكذلك مطريه جد قويه. لهذا كنتمنى انكم ما تستعملوش الطريق او تستشروا مع كل من رجال الدرك الملكي واعوان السلطه. فاكيد متابعي قناه شوف تيفي غادي نحاول ما امكن وكذلك نحن ايضا ان نمر من هذا الواد ونمشيو للجانب الاخر باش نشوفوا وكذلك الرؤيه كيفاش دايره من تما، ونزودكم بجميع المعلومات. يجب تدخل فرق البحث على المفقودين، راني في نفس المكان. تيكاتير ماس اللي كيقول لك راني في نفس المكان. فحياكم الله متابعي قناه شوف تيفي، ونستمروا في التغطيه ديالنا لحدود الساعه فالساعة وكذلك متابعي قناة شوف تيفي تشير إلى 7:48 دقيقة، ولا زالت فرق الإنقاذ تحاول إنقاذ هذا الأجنبي وأيضا رجال الدرك الملك المتواجدين هنا بواد إيزيلف بضواحي تنجداد، وأيضا إعوان السلطة مشكورين من فركلة العليا وأيضا ببشويات تنجداد اللي مازال لحد الآن متابعي قناة الشعب حاضرين وحاضرين بقوه لتسهيل سلامه المواطنين وايضا مستعملي الطريق. بالنسبه لفاطمه اللي كتقول لك فين هذا الشيء اخويا، هذا وادي زيلف اللي قلنا كاين في الدخله ديال تين جداد، بحال الا غادي يلم اللعب ولا ارفود. مجموعة من ساكنة المملكة المغربية العلوية الشريفة يتساءلون أين هي مروحيات رجال الدرك الملكي. فشكرا لكم يا رجال، وشكرا لكم يا أعوان سلطة وسلطة محلية من قائد وكذلك وكل من نساء ورجال الدرك الملكي لحضورهم الوازن والقوي بوادي إيزيلف بحثا ايضا على المفقود وايضا لتسهيل مأمورية وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. فهذا ولهذا اجدد شكري والف تحية لكم يا رجال، عيون في الحقيقة لا تنام وتبارك الله عليكم. الخرجة ديال تنجداد اتجاه ارفود اكيد سي عبد الغني، نحاول ما امكن متابعي قناة شوف تيفي اننا نزيد ننقل لكم هذه الاجواء، واعتذار تام لاننا وكذلك نشعر بالعياء، وزيد على ذلك نحاول جاهدا ايصال جميع المعلومات وجميع المعطيات لكل للراي العام ككل. بالنسبه لحميد الطويل اللي كيقول لك واش اجنبي، هادو اربعه ديال الاجانب كنديين، اربعه ديال الاجانب كنديين خدامين في المنجم تقريبا على يبعد هذا المنجم على مدينه تنجداد ب 24 كيلومتر على حد المعلومات المتوفره لنا في هذه اللحظه.
أيوب محمد اللي كان يقول لك يجب تدخل مروحيات الدرك الملكي للبحث على المفقودين المغاربة. هنا مفقود واحد لكن إقليم طاطا، يا إقليم طاطا اللي في الحقيقة متابعي قناة شوف تيفي ما لازالت الأبحاث جارية على مجموعة من المفقودين، وحاولت ما أمكن متابعي قناة الشعب باش أنني على الأقل نتدرب شوية على الشتاء ونحاول ما أمكن نكملوا هذا البث ديالنا ونوصلوا لكم المعلومات لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن والتوخا والحيطة والحذر، لان في الحقيقه لا زال هنا فقط نساء ورجال الدرك الملكي وايضا اعوان السلطه مشكورين وقياد وبشوات هذه المنطقه اللي في الحقيقه اكررها عيون لا تنام حفاظا على امن وامانه واستقرار مدينه تينجداد وضواحي مدينه تينجداد واقليم الرشيديه ككل. فاكيد انني غادي نقرا مجموعه من التعليقات ديال المتابعين والمتابعات. مساكن غرقوا في الواد اكيد تينجداد تيكا ترماس اللي هو وكذلك يقول تينجداد اكيد ان مجموعه من المتابعين يتساءلون على واد ايزيلف. واد ايزيلف هنا متابعي قناه شوف تيفي في الدخله ديال مدينه تينجداد، يعني الا كنتي جاي من مدينه قلبيمة الدخله ديال مدينه تينجداد باش غادي تدور تمشي للملعب ولا تمشي لمدينه ارفود. هنا متابعي قناه شوف تيفي كانوا جايين يعني هاد الاجانب اللي سالوا الخدمه ديالهم في المنجم، سالوا الخدمه ديالهم في المنجم نمشيو للملعب. اجي قول لي اجي قول لي ما غاديش ما غاديش ما غاديش تبان. بغيتك تعاود لي شويه على هذا الواد ديال ايزيلف، تعاود لي على هاد الناس مساكن اللي مشاو. فلا حول ولا قوه الا بالله، ما جينا نتنقلوا لهاد البلاصه وجينا لعندكم الا وكذلك حنا بغينا نوصلوا المعلومات لجميع المغاربه. الواد الواد دابا فاش طاح شتا زعما ها لا بالنسبه للواد دابا هو طاح شتا مع ديك جوي جوج الوحدات الليل جوج الوحدات الليل هما دابا هذاك مسار هذاك الاخر الكنديين هما الكنديين قدامين تما في ميتو سراوي بحال قلتي دابا بغاو يمشيو لاكادير وقالوا يمشيو بكري الشيء اللي قالوا الدراري واخا انا دابا واخا خدام معاهم فهمتي جاي انا البارح يعني واحد قلتي لي الواحد يعني مسكين قريب انه يخرج للتقاعد واحد قال لك صافي النهار الاخر ديالو تما مشى باش يحتفل معاه تما شي حاجه في اكادير باش يمشي بحالته باش يمشي بحالته الناس صافي يودعوه زعما انه انسان واحد يعني سنه مسكين سنه كشيباني هو جيت يكون فايت 60 عام كاع 60 سنه واخد هذا اللي توفى مسكين 60 سنه توفى وهذا هو اللي لقاوه لقاوه مسكين تما 100 والاخر اللي مازال ما لقاوش شحال عنده تقريبا في العمر هو كيخدم ديك الماكينات تما صندور صندور باقي ما لقاوش مسكين هذاك شحال في العمر ديالو تقريبا يكون حتى هو واصل جهه 50 هكاك 50 هكاك الشيء اللي كاين المهم جاو هكايا جاو بربعه بهم كما قلتي تلقاو المقدم تما ديال الدوار يعني الجندر ما كانوش في ديك الضفه الاخرى يعني الصباح بكري وما دابا ما عندهمش دابا درايه على الواد بحال قلتي دابا ما عارفينش ما عندهمش درايه واش غاطس هكا واش على ذلك يعني قالوا مع الليل دابا باقي مع ذاك السياره هذيك رباعيات الدفعه هذيك فورد هكا بيكوب قالوا غادي يسلكوا مشاو شويه لحقاش تلاقيت قبيله واحد الشاف ديالهم عاود معاهم تما يعني تلقى بالشيفور اللي صايق لهم قال له ودي طلع الماء فوق مشى هكا وبقيت كيطلع عليه الماء فوق باربريس مع الكابو قال يدير مشاريان يرجع بيناتهم قالوا صافي رجع صافي مادام دار مشاريان والماء طاح له في ديك عمرات ديك الاخر ديال البيكوب وجراته من اللور صافي وطاحوا مساكين دابا رجال الدرك الملكي ورجال الانقاذ واش غادي يكونوا جهه من اللعب مازالين كيقلبوا عليه وراه كاين راه ودول تما دابا راه وصلوا جهه من الرطشه من اللعب يعني كيوصلوا جهه من اللعب دابا مع المشكل تما وصلوا حيت تما عاود كيتلقى هذا الواد مع هذا الواد ديال تينغير تما غيكون الواد باقي حامل تما بزاف فهمتي ايوا المهم راه قالوا كيقلبوا راه دابا عاد سولنا قال لك باقي ما لقاوش هذاك يعني مازالين تما مازالين تما الا غير دابا الظلمه ما راه نمشيو نضربوا شي دوره عندهم تما نمشيو اخويا حنا يعني مع مازالين مع هاد الناس مازالين مع البث المباشر يعني مع كل المتابعين والمتابعات ومازال حضور قوي وقوي باش اننا نشوفوا فرق الانقاذ وكذلك اللي غادي تقدر يعني نشوفوا هاد الاجنب واش غادي يجبدوه ولا مازال ما غادي يجبدوه لان الواد حامل وحامل بزاف ووصل دابا لحاليا حتى لمدينه تينجداد نمشيو الى بغيتي نمشيو نضربو شي دراسه هاكا واحد شويه مرحبا
شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات. كنبعث قناه شوف تيفي بجهه درعه سفيلات. هنا متابعي قناه شوف تيفي كنتواجدوا في وادي ايزيل اللي في الحقيقه متابعي قناه الشعب كانوا كيف ما قلنا بانه اربع اجانب اللي هما مع الخمسه الصباح متابعي قناه الشعب بغاو يدوزوا من واد ايزيل، لكن للاسف الشديد جوج غرقوا، اربعهم يعني باربعه كاملين غرقوا، جوج حاولوا ما امكن انهم يتنقذوا بسباحة، وجوج اخرين يعني واحد لقاه وواحد اخر يعني في عداد المفقودين. فهنا متابعي قناه شوف تيفي نقول لكم كل هذه الاجواء وهذه الفاجعه الفيضانات. لهذا متابعي قناه شوف تيفي تسمعوا نصائح رجال الدرك الملكي وايضا اعوان السلطه والسلطه المحليه المتواجده هنا والحاضره بقوه، باش انكم تحاول ما امكن تعرفوا واش غادي تقدروا تدوزوا ولا ما تدوزوش، ولا تهور في مجموعه من الوديان لانكم غادي تمشيو غير ضحايا هكاك. لهذا متابعي قناه شوف تيفي اكيد اننا غادي نستمروا في هذا البث وغادي ندخلوا حتى لتين جداد باش نشوفوا الاجواء كيفاش دايره هنا ونشوفوا الوديان اللي كاينين تما ونشوفوا ونسولوا على ايضا واش هذا الاجنبي لقاوه ولا مازال ما لقاوه داه الواد. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاشكر مجددا رجال الدرك الملكي مشكورين وايضا اعوان السلطه بفركله العليا وايضا ببشاويه تين جداد. انا نشوف السياره عافاك ابقى معايا. هذه هي السياره متابعي قناه شوف تيفي ديالهم. هذه هي السياره متابعي قناه الشعب اللي هي تهور بها سياره هاد الاجانب اللي قالوا بانها فورد رونج رانجر فورد رانجر متابعي قناه الشعب رباعيه الدفع اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي ما بقاش مع رباعيه الدفع ومشاو ضحايا جوج كيف ما قلنا بان تم الانقاذ يعني ديالهم سباحه وجوج اخرين واحد لقاوه وواحد مازال ما لقاوه. ونستمر متابعي قناه الشعب في هذا البث هذا مع شكر رجال الدرك الملكي وشكر رجال السلطه المحليه. فحياكم الله تبارك الله. الو سيدي ياسين بقى معايا عافاك راني في البث الله يعطيك الخير. انا كنت حتى من البيت. شكون معايا؟ معك مولاي ادريس. مولاي ادريس مولاي ادريس قطع راني في البيت حتى تعاود تتصل بيا. راني في ضواحي تين جداد. راني في ضواحي تين جداد نسالي وانا معك. يلا مرحبا مرحبا مرحبا. ما زالت متابعي قناه شوف تيفي كوارث الطبيعيه وايضا ما زالت الاتصالات اللي كيعيطوا في مجموعه من المناطق سواء في اقليم ميدلز سواء في اقليم الرشيديه واللي كيقولوا انقذوا ما يمكن انقاذه وعافاكم. بغينا هذا الشيء يشوفوا الراي العام لان في الحقيقه بنيه تحتيه متابعي قناه شوف تيفي اللي نلوم كل مسؤولي ومنتخبي اقليم الرشيديه واقليم ميدلز واقليم زاكورا وورزازات وتنغير، لكن شكر جزيل وشكر موصول لرجال الخفاء والوضوح والشفافيه رجال الدرك الملكي واعوان سلطه وسلطه محليه من بينهم بشوات وقياد. فحياكم الله تبارك الله عليكم. اشنو قلت لي؟ زعما انا عندي الموتور واش جماعة غير نخليه في الستاسيون هذا ونمشي معاك باش ايه نمشيو يلا واخا انا غادي نضرب دوميتو الستاسيون افريقيا نحطوا الموتور تما صافي واخا. هنا متابعي قناة شوف تيفي واخا هنا متابعي قناة شوف تيفي الا بقيتوا معايا في هذا البث شوفوا واش الصوت مزيان. الا كان الصوت ناقص راه الميكرو ضاع في الشتاء. الا كان الصوت مزيان عافاكم قولوا لي بان الصوت مزيان. الا كان الصوت مزيان قولوا لنا بان الصوت مزيان. بغينا كل المتابعين والمتابعات يعطيونا التعليقات ديالهم عافاكم واش الصوت مزيان عافاكم واش الصوت مزيان لان طه قال بان الصوت ناقص شويه. الصوت مزيان. عبد الله عبد الله حياك الله وتبارك الله عليكم. لهذا غادي نبقاو معكم في هذا البث باش اننا نشوفوا الاجواء اللي واقعه هنا يعني بضواحي تين جداد ونحاولوا ما امكن نمشيو حتى للملعب نشوفوا ايضا واش كاينين فروق الانقاذ ونشوفوا يعني رجال الدرك الملكي هناك مشكورين نشوفوا يعني واش تم واش لقاو الاجنبي الاخر ولا ما لقاوهش. فاصبروا معنا وكذلك حتى انتم باش نشوفوا حب وكذلك متابعي قناه الشعب.
شكرا سي يوسف، شكرا مجموعة من المتابعين والمتابعات. نحاول ما أمكن فيكسيو الهاتف ونستمر معكم متابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر. ها انتم كيف ما كنقولوا بان فقط رجال الدرك الملكي اللي كاينين واعوان السلطه وقياد وبشوات هذه المنطقه هما اللي كاينين، هما اللي كيسهلوا ماموريه الطريق. لهذا شوفوا الطريق، يعني شوفوا هذا الظلام الدامس اللي كاين هنا. لهذا ما تحاولوش تغمروا براسكم، ما تحاولوش تغمروا براسكم واسمعوا وكذلك للرجال الدرك الملكي واعوان السلطه اللي كاينين هنا. نجيبوا معنا ابن المنطقة اللي غادي يركب معنا وكذلك وحتى هو وغادي يعطينا وكذلك معلومات حول هذه الفاجعة ديال الفيضانات. وكيف ما قلنا بأنه نحاولوا ننقلوا لكم الأحداث من قلب أما اللعب وكذلك. مثل هذه الأمور اللي كنبغيو رؤساء المجالس الإقليمية وأيضا رؤساء الجهات وأيضا المسؤولين أنهم في هذه الوقيتة هذه فين كنبغيوهم أنهم يبانوا ويجيو. حضورهم وكذلك على الاقل كيعطي قيمه. كنتمنى ان الهاتف يبقى على هذا النهج هذا لانه الفيكساسيون ما خداماش. للاسف الشديد الهاتف مازال ما بغى يبقى ابلاصتو. وي السلام عليكم. الله يحفظك الله يحفظك. قول لي راني في البيت. مرحبا. هو عطينا عبد الحي شويه راني في البيت. لا جيت من اللعب. تين جداد سير دابا نهضروا ان شاء الله. يلا اللهم يسير. مرحبا. هادو هما الاتصالات اللي كنبغيو متابعي قناه شوف تيفي اللي كاين على الاقل كتلقى اتصال وكيقول لك توخى الحيطه والحذر، هاد الطريق ما مزياناش، عافاك حاول ما امكن تدوز من هنا، عافاك حاول ما امكن تدوز من هنا. هادو هما النصائح ديال الاخوه اللي خصهم يكونوا بين الاصدقاء وما بين الاحباب. فالانسان ما يغامرش براسو ويقطع الواد. صابروا معنا نقدو هذا. ويقطع الواد ويمشي غير ضحيه هاد الفيضانات. لان كيف ما كتعرفوا بان البنيه التحتيه ديال الجنوب الشرقي الله يحسن الجنوب الشرقي الله يحسن لها العوان.
دريس حياك الله تبارك الله عليكم، سمحوا لنا بزاف على هذا التاخر هذا، كنحاولوا ما امكن كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي ناخذوا غير شي بوزيسيون تكون مزيانه اللي غادي نقدروا اننا ندوزوا معكم هذا البث هذا وتشاهدوه معنا من اوله حتى لاخره. نتمنى دابا يكون شد مزيان. مازال ما بغيت شد. وي نعم الله يحفظك. نقول الحمد لله راني في البث دابا. يلا نتمنى الان ان تكون الصوره واضحه واعتذار تام لكل المتابعين والمتابعات على التاخر. ونتمنى ان البث يبقى وكذلك تبقوا معنا لايصال كل المعلومات الكافيه لكل مستعملي الطريق وايضا تغطيه فيضانات فاجعه الفيضانات بمدن الجنوب الشرقي. كيف ما قلنا متابعي قناه شوف دبي بان شهادات يعني زلزال الحوز 8 تسعود كان زلزال الحوز فاجعه زلزال الحوز ودابا يعني 8 تسعود 2023 ودابا 8 وكذلك تسعود 2024 فيضانات الجنوب الشرقي انقذوا وكذلك اقليم طاطا فهن من مغويت فاقليم طاطا يستغيث. هذه هي الطريق باش تعرفوها يعني كتوضيح لكل المتابعين. هذه هي الطريق المؤدية وكذلك هنا لتين جداد. راه حنا دابا في تين جداد، حنا في مدينة تين جداد على اليمين ارفود يعني الرشيديه قلميمه والرشيديه وعلى اليسار تينغير ومركز تين جداد اللي كيبعد علينا فقط يعني بجوج كيلومتر وورزازات 225 تينغير 55 وهي الطريق يعني على اليسار اللي هي تدي الارفود وملعب هنا فين كان فين كاين وادي ايزيل. فين هاد السيد هذا؟ تور الساقي اللي كيقول لك السلام عليكم تحياتي لك اخي من مطار فاس سايس، عندي جولة سياحية مع اجانب اليوم الاربعاء. لا سي باش نقرا التعليق ديالك عافاك. اليوم الاربعاء على الطريق ديال فاس اتجاه مرزوقة شي توضيح عافاك بانه الله يعطيك الخير راه قلنا مدن الجنوب الشرقي من مرورا من اقليم الرشيديه من اقليم الرشيديه وانت غادي
حاول ما امكن فقط غير تصنت يعني النصائح رجال الدرك، قالوا لك الواد حامل ما تدوش، الواد حامل ما تدوش. انا في الطريق ديالي من من ميدلت النزاله، نزاله كان الواد ديال النزاله حتى هو حامل، لكن الحمد لله الطريق ما مقطوعاش، وكانوا رجال الدرك الملكي تما مشكورين اللي هما سهلوا لنا، وكذلك سهلوا لنا باش ندوزوا. بالنسبه الاوفوس، بالنسبه للرشيديه اوفوس، الرشيديه اوفوس او ما بين ارفود اوفوس، طريق مقطوعه لكن كنتمنى انها تكون تفتحات. الطريق يعني كانت يعني على العلم ديالي بانها كانت مقطوعه. تحيه ليك سي حسين من بولمان. اوفوس يعني القنطره ديال اوفوس اللي حدا ستاسيون راه مقطوعه، ولكن زيدوا تاكدوا بانه كان الخبر عندي اليقين ديال بانه مقطوعه، فكنتمنى انها تكون مزيانه. وكذلك نحيي كل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن، يعني في هذا البث المباشر اللي في الحقيقه متابعي قناه شوف تي في، بتعليقاتكم الرائعه وبوقوفكم الرائع بكم الحمد لله نفتخر. عشت الله، ماشي مشكل ماشي مشكل. لاسي شوف دابا مزيان لاسي مازالين في اللايف مع المتابعين والمتابعات، وبغينا ايضا كل المتابعين يعرفوا يعني فين غاديين وفين جايين، ويشوفوا كذلك عذاب المراسلين وفيضانات ساكنات الجنوب الشرقي. راه الناس كتعذب، الناس كتعذب والناس كتمحن. عاود لنا وكذلك حتى انت على المنطقه ابن اش، المنطقه ديالك قلنا المنطقه ديالك، وعاود لنا شويه على هاد الناس هادو الطيبين اللي مشات يعني مشاو ارواحهم هكاك فواد ايزيلف. راه كنعرف اخويا الجنوب الشرقي كاع المهم بالنسبه للشتا راه كتكون كتغيب بزاف. نعم مازال قول لي واش كاين شي حاجه مهمه؟ كما قلت لك الشتا هنا كتكون يعني ما كطيحش بزاف، وعاود فاش كطيح هذا المهم دابا فاش طاحت راه حلوة. المهم انا غادي نعيط لك دابا شويه فين سالي نعيط تحت الخيرات دمولانا كما قلت لك. وهذوك الناس مساكين اللي مشاو ضحيه داك الواد راه يعني اقدار اقدار ديال الله ولله الحمد، هذا ما نقولوا سالوا الخدمه ديالهم. عزيز تبارك الله عليك تيقول لك مرحبا بكم تين جداد، حياك الله اخويا العزيز، يعني سالوا العمل ديالهم بغاو يتجهوا يمشيو يدوزوا مشاو زعما بكري هكا باش يلتحقوا، بغاو يمشيو دابا على كادير هذاك الشيء علاش مشاو بكري فهمتي. ايوا المهم قدر الله ما شاء فعل، يعني حتى هذيك الساعه باقا ساليس، باقا ساليس الليل هكايا الله يحضر السلامه، بحال كيدوزوا بالنهار ما عمرهم شافوا ذاك، يعني راه خيرات الله طاح البارح البارح بالليل راه طاح بزاف الشتاء فهمتي. ايوا فاش جاو هما مع الصباح بكري هكايا ما عرفت
تحرك النيت قدر الله ما شاء فعل وطيحت بهم هكايا هذوك النيت جوج راه خرجوا في البلاصه يعني ما بهم والو ما مشاو للسبيطار لا والو يعني ما تقاسوش كاع قدوا راسهم الحمد لله حتى باش كنقولوا علموا اولادكم السباحه والاخرين راه الشيء اللي مكتب عليهم واحد راه لقاو قبيلات مع هذيك الجوج ونص هكاك راه لقاو تما شدوا مسكين القصب غير القصب الشيباني هذاك الشيباني مسكين اللي كان باغي يخرج له يتريد يعني راه مشى مسكين راه لقاو بعدا مسكين جوج تاع ميدان كثر داو والاخر مازال الاخر الخمسيني راه هذاك اللي في الخمسينات راه باقي ما هكا يقولوا باقي الابحاث دابا يعني مازالت ابحاث سريه جا الوقايه المدنيه راه باقينا دابا الى وصلنا تما من اللعب نقدروا نلقاو تما في جنب الواد راه باقيين كيقلبوا نشوفوا ندوز حتى الملعب يعني 17 الكيلومتر تفصلنا من اللعب ونحاول ما امكن متابعي قناه شوف تي في نشوفوا كذلك الاجواء كيفاش دايره هنا وانتم كتشوفوا الرعد كيفاش داير رعد قوي هنا متابعي قناه الشاب اللي باش كنقول لكم توخاو الحيطه والحذر اما هما داك اجانب مساكين كنديين يعني ناس طيبين في التعامل هكايا يعني كتب عليهم المكتوب اما كتاب المكتوب المكتوب يصرف داكشي اللي كاين صرف امطار غزيره والريح اللي كيقولوا ما شاء الله في البلاد امطار غزيره فكنتمنوا متابعي قناه شوف تي في تشوفوا الحيطه والحذر حنا في الضوء ديال هذا هو الواد ديال الايزيل هذا هو اللي غادي يقطع هذا هو الواد هذا اللي داهم هذا هو الواد اللي غادي يجرفهم مساكين هنا بالضبط يعني في هذا الامطار اللي تفجر اللي جرفتهم مساكين هنا دائما نجدد الترحاب والتحيه لكل المتابعين داخل الوطن وخارج الوطن داخل الوطن وخارج ارض الوطن كيف ما كتشوفوا الرعده في السماء ونقولوا الله يجيب الخير من عنده والله يفاجئها من عنده وكذلك ونتمنوا ما يوقعوش كوارث بشريه لهذا راه كنشوفوا الحمد لله بان مجموعه من الساكنة وكذلك هي كتحاول ما أمكن تتصل بالأسر ديالها وبالأصدقاء موازاة مع الدخول المدرسي وكتقول لهم بأنهم يصبروا واحد شوية ما يجيوش راه أمطار خير وبركة وأيضا غزيرة وقوية ورعدية بمناطق وبمدن الجنوب الشرقي فين جات أم يزيد اللي كتقول لك فين جات هذه مدينة تنجدان إقليم الرشيدية بغينا اطمئنان لساكنات زاكورا وورزازات خصوصا طاطا خصوصا طاطا اقليم طاطا كيتعذب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم خصوصا طاطا مجموعة من المتابعين بغينا التعليقات ديالكم ونعرفوا وكذلك متابعي قناة شوف دي في منين كتشاهدوا معنا هذا البث الله يلطف خيات نور الدين وايضا امينه ومجموعه من المتابعين اللي معنا الان في هذا البث المباشر دخولا الى ملعب نتمنوا اننا نسمعوا اخبار للاجنبي بانه القوان نتمنوا ان شاء الله خير كل المتابعين والمتابعات كيف ما قلنا نصيحة لكل مستعملي الطريق أنهم وكذلك تنتم اللي شادين الهواتف ديالكم كل واحد الحمد لله راه عنده هاتف ذكي وشادين الهواتف ديالكم ديروا البارطاج للعائلة ديالكم بارطاجيو في الصفحات ديالكم باش أن الناس تعرف بأن مدن الجنوب الشرقي كتغرق هاد الأيام بخصوص بسبب يعني الأمطار الغزيرة اللي كتشهدها مدن الجنوب الشرقي هانتم الطريق كيفاش دايرة لهذا سيروا بشوية راه ما تعرفوش فين غادي تحصلوا ولا فين غادي تكونوا لهذا الانسان يتوخى الحيطه والحذر ويخلي عليه وديان
راه كتشوف بان الماء قليل واحد شويه، لكن راه كيجر وكيجر بزاف. دابا شحال من واحد دابا كيقول راه غير واحد شويه راه ديزر الويده، ولكن راه غادي كيجروا كيتعمر بالغيز. دابا انا هاد الويدان الصغار كيعمروا الطرقان، فهمتي؟ شوف تبارك الله، يعني مرزوقه كيف ولات، ولا بحر الريصاني الرشيديه، يعني مجموعة مدرسة في زاكورة غبرات، وارزازات المحطة الطرقية ولات غابرة، ولينا اش غنشوفو دابا لحد الآن يعني خسائر بشرية في إقليم طاطا وإقليم وارزازات. احنا دابا الإقليم الرشيدية وكذلك خسائر بشرية ديال هاد الأجانب، ساكنة كتعيط تيقولو بأن راه الديور كيطيحو لهم، أغلب الناس الديور ديالهم ساكنة غير على قد الحال ديال الطين. جوج دراري صغار عاود جهه التزارين داوهم الواد مساكين. هادو جوج دراري صغار عاوتاني جهه التزارين. تحياتي ليك سي سعيد من ايطاليا، تحيه كبيره للجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا. ها تزارين، ها زاكورة، ها ورزازات، ها اقليم طاطا، ونحن الان في اقليم الرشيديه وكذلك ربع اجانب. جوج كيف ما قلنا تم الانقاذ ديالهم لانهم كيعرفوا يسبحوا وخرجوا، وجوج واحد القاوه خرجوه ميت والاخر مازال في عدد المفقودين. تحياتي لكم القصر الصغير، نسأل الله السلامة سي سعيد، وحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. وكيف ما قلنا لازلنا معكم في الطريق دخولا إلى ملعب، ونشوفوا إن شاء الله يعني إخبار الخير حول هذا الأجنبي، نتمنوا أنه يلقاوه. فالجميع يتساءل عن المروحيات وفرق الإنقاذ، لكن حاولوا جاهدا انقاذ ما يمكن انقاذه. لحد الان لا زالت الابحاث جاريه. تحياتي من تزارين، تحياتي للناس الشرفاء ديال التزارين ومدن الجنوب الشرقي، مدينه صفرو وكذلك من القصر الصغير. تحياتي لكم من القصر الصغير، ربي يحفظكم كاملين. سطوف حسناوي وايضا خالد، تحياتي لك اخي الكريم. يعني كنحاول ما امكن نقول لكم، وكذلك هذا الجو هذا ما غاديش نقولوا جو رهيب، لكن القدره ديال الله هذا وسماء الله هذه ولله الحمد. سي خالد حياك الله، سي خالد، خالد خالد المراكشي، ومجموعه من المتابعين والمتابعات كيف ما قلنا لهم كنتمنوا انكم تبارطاجيو. عندكم مجموعات، عندكم صفحات، عندكم دي بروفيل ديالكم، حاولوا تبارطاجيو باش ما يوقعش شي حاجه. تاونات حياكم الله من تاونات، الشفاء العاجل ان شاء الله يا ارحم الراحمين يا رجاء السائلين. عندك هذاك عندك راه الواد الناظور، ها كيف ما قلنا ما عرفناش واش غادي يدوزنا هذا ولا لا. راه دابا غير هذه الرعده اللي طاحت غير هذه هي الرعده دابا. ها هو ها كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي، تحيه من مارسيليا من الخميسات وكذلك رعده، وكذلك اللي كانت ظريفه. وها انتم هاد الطريق ها انتم كتشوفوها، يعني غادي نوليو محاصرين من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى. فكنتمنى كنتمنى كنتمنى وكذلك رجال الدرك الملكي ورجال السلطه المحليه يشوفوا جميع الوديان، لان الناس راه مازاله في الطريق، الناس مازاله في الطريق ومازال كتعاني وما عرفاتش منين تدوز. تحياتي لك من القدس. يلاه دايز دابا هذا راه باقي كيزيد، هذا تيبان لي محال واش غادي يدوزنا. محال دابا هذا بينا عاود كاين ويدان صغار دابا. هذا ما كانش، هذا غير دابا ياك. دابا غير هاد الشتا اللي دازت قبيله. نحاولوا ما امكن نخرجوا لهنا. داير الحساب وبقيت كنجري ياك. اسماعيل ها هو ضارب حسابو للاسف. هذا هو الاخر، يعني هذا برا باقي كيزيد هذا، راه صعيب شتيه. عليكم السلام. السلام عليكم. دابا غير هاد الشتا هادي، هاد الشتا الخفيفه الظريفه احنا زدقنا في هاد الشتا. على مقربة ديال الواد. هاد الواد هذا سميتو هذا؟ بارك الله عليكم. هادو دابا تقريبا نيت هاد الواد ياك؟ تقريبا نديرو هكا باش كنتمناو نصف ساعة أنه يدوز متابعي قناة شوف تيفي. وكيف ما قلنا بأنهم احنا غاديين يعني الملعب من اتجاه ديال تين جداد، وهاد الواد الآن حامل مجموعة من السيارات اللي هما واقفين
وايضا حتى واحد ما غادي يقدر يزعم. وما كنتمنى انهم ما يغمروش برواحهم، لاننا كنشوفوا الماء بحال هذه الطريقه هذه غادي يقدر يجرف وكذلك شي سياره، ولو انها تقدر تكون رباعيه الدفع ولا شاحنه محمله ولا حافله وكذلك. فكنتمنوا انكم ما تغمروش. هذا بانيت راه جاي من تقريبا من بوم عدن. هذا بوم عدن فين خدامين؟ الجواد الجبال فين كاين ذاك المنجم منين؟ نشوفوا هذا. انت جاي من منين جاي؟ من تيجداد؟ انا ما تيجداد واه. قول لعبك جاي من تيجداد لقيت هذا الواد، يعني غادي تبقى صابر حتى يدوز هذا الواد. واخا مرحبا. معرفة كاين. حيت انا من هذا من السكنة ديال ايزيل في النيت. باقي لنا واحد ان كيلومتر نيت ليزيل. جينا ولقينا هذا الراضي اللي قريب للنيت ديال ايزيل، كنسموه هذا الراضي الثاني. الراضي الثاني. الراضي الثاني هذا اللي كيتسمى. فعلا ما كيطولش. دغيا غادي يدوز. كذلك يعني ابن المنطقه نصيحه للناس اللي كيجيو من هنا وخصوصا اجانب مغاربه كيستعملوا تيقولوا غير واحد شويه ديال الماء يقدروا يدوزوا. وي كاينه غير بالنسبه لهذا الطريق المعاناه اللي تيكونوا فيها هي بالنسبه للنيت لهذا الويديان اللي كيدوزوا هنايا. نورمالمون راه خصنا شي قنطره ولا غير شي بحال هذا دابا غير راضي وداروا له غير شي ثلاثه د القوات ولا هكا راه غادي يدوز الماء. وزعما تصوروا دابا كون كانت شي مرة دابا حاملة ولا غادي تبقى واقفة. إلا مشات من ديك الجهة ديال ملعب كاينة تما القنطرة هي، ولكن شي مرات راه كيدوز الواد فوق القنطرة. أما المعاناة هنا ديال الفصيل ما بين إيكلي إيزيل ثالثين جات راه معاناة ومعاناة بالنسبة للقنطرة. بالنسبة لديك القنطرة الكبيرة راه معاناة كنعانيو في ديك الطريق. و سمعتوا كذلك حتى هاد الاجانب الساكن اللي توفوا واحد راه مازال كيقلبوا عليه. اييه واحد جبدوا وجوج ساكن جوج خلا راه نقدر يوسهم. واحد راه الله يرحمه. الاخر حتى هو راه ماشي ما تقدر تقول نيس حتى هو الله يرحمه حيت راه الله يرحمه. بغينا غير القوات غير الواحد نيت يبقى يرد البال نيت لهذا الويديان. والله الا شتي الواد غير حبس. ما تقولش راه قليل ولا هكا، غير الا شتي الواد غير حبس وشويه بشويه حتى تفوت عاد غادي تدوز. عطاك رساله حتى للمنتخبين الناس المسؤولين ديال البلاد. اللي في شي بلاصه راه قالها سيدنا يؤدي الواجب ديالو كما يجب. يخدم الواحد حتى الى مشى يخلي البصمه ديالو باش الناس يعاودوا عليه غير الخير. والله يوفق الجميع. حياك الله. تبارك الله عليك. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ انت قول لك لي مساك. شكرا اسيدي. من هذه المنطقه عاودنا على هذا الواد وعاودنا على هذا الواد ديال هذا. كنشوف. السلام عليكم. مرحبا. شكرا اسيدي على هذا الشيء. قلت لك زعما على هذا الشيء كنعانيو في هذا الطريق ديال هذا القنطره في الواد، دائما كنعانيو في هذا الواد. إلا كاين شي مسؤولين يديروا لنا هذا الشيء ديال القنطره. ديال القنطره خاصو القناطر لهذا الشيء. هذا الشيء راه شحال من واحد ده هذا الواد بلا عداد. دا الواد ماشي غير اليوم اللي داهم، راه دا بلا عداد ديال بنادم داهم. راه ماتوا لنا شحال من واحد داه. راه ماشي غير هاد الخطره اللي ماتوا الناس. راه ماتوا ياد الناس شي ثمانيه واحد الخطره داهم نيت واحد الواد. ثمانيه داهم خطره واحده. خطره واحده شحال هذوك؟ والله ما عقلتش من هذاك العام فاش ماتوا ثمانيه. فاش خدامين فاك الروس. هذا الواد نيت. هذا الواد ما كانوش ديك الساعه كيديروا لي احتياط. ديك الساعه كاع ما كانوش كيديروا الاحتياط كاع. دابا راه ملي كيموتوا الناس ولاو عاد كيديروا الاحتياط. الجندرم كيجيو من هنا ومجيو من هنا. ما ديك الساعه ما كيكونش كاع الاحتياط. دابا عاد اللي ولا اللي كيموتوا الناس عاد كيديروا هذا الشيء. دابا كنعانيو في هذا الشيء كاع ديال الواد. دابا الا كاين شي حل زعما يديروا لنا القنطره ولا نشوفوا زعما شي حل اللي غايديروه. على الله وعسى نكونوا شي قنطره بعدا تكون القنطره بعدا اولا بعدا اللي كان عاني. وشكرا اسيدي. كنشكركم اسيدي. شكرا اسيدي. شكرا. لاننا الحمد لله ابناء امازيغيين وكذلك ونفتخر ونعتز باللغه الامازيغيه. السلام عليكم ورحمه والدين. شكرا لجلاله الملك وشكرا للجميع الناس كاملين ديال المغاربه من هنا من القنت حتى للقنت. تهنا غورونت ياكل مان. الحمد لله ربي يهدو ربي الجماعات يهدو السلطات تلقينشان القناط تلقينشان تحلوني بردان عاون الفلاحه عاون بنقنات لا الضعفاء الا كلشي. واخا الا بنادم
دين خشان ويداي في فرنسا الخارج واخا ما بزاف تقعد اكثر من 30 كل شيء مسكين الله يحسن العوال لكل واحد ما كانش باش يشريو حتى دقيق حتى فارينه باش يعجنوا على الساكن يخلصوا الضو ولا الماء ولا يخلصوا شي حاجه ايوا المهم الله ينصر سيدنا الله عليك حياك الله هكا حياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج ارض الوطن وهنا متابعي قناه شوف تيفي وكنشوفوا مجموعه من السيارات اللي هو واقفين وكذلك نحن وكذلك حنا واقفين هنا مرور يعني كنتمنوا يمر هذا الواد هذا على يعني في واحد الظرف اللي هو واجز باش ما نبقاوش هنا حاصلين ورساله الساكنه واضحه واللي كنقول كيقولوا لهم رؤساء الجماعات ورؤساء المجالس الاقليميه انقذوا ما يمكن انقاذه راه بركه ثم بركه راه الناس كتموت سمعتوا بان واد ايزيل شحال من روح دا شحال من روح دا واليوم في هذه الفيضانات كنشوفوا الروح ديال يعني ارواح ديال جوج اجانب من دولة كندا فلا حول ولا قوة الا بالله بعد التعليقات ديال المتابعين والمتابعات اللي كيقولوا بان فرق الانقاذ ما كايناش فرق الانقاذ ما كايناش في اقليم طاطا فكنتمنى رسالتهم تكون تكون واضحة بخط عريض للمسؤولين الكبار كبير هو الله انهم ينقذوا ما يمكن ينقذوه بارك راه الدراوش مساكن تطحنوا في الزيت وفي الدقيق وفي كل شيء يزيدوا تطحنوا وكذلك حتى في هذه القناطر وتطحنوا في هذه البنيه التحتيه ونشوفوا رؤساء الجماعات بخيراتهم بمنازل ديالهم يعني في مدن اخرى ودول اخرى وكيهربوا وكذلك حتى المال العام ديالنا للاسف الشديد باش انهم يديروا غير قوات هنا ويخليوا هذا الوادي يدوز بواحد الطريقه سلسه احنا كنشوفوا زخات اللي هما كنت معكم في هذا البث في هذا البث هذيك الزخات القليله المطريه حملات هذا الواد وكذلك وخلات الطريق مقطوعه والساكنه مازال لحد الان كتسنى سبحان الله العظيم السنه الماضيه وفي نفس التاريخ كان الزلزال وفي هذه السنه الفيضانات هذاك الشيء اللي كنقول السي عبد اللطيف سعود او 8 سعود 2023 زلزال الحوز و 8 سعود 2024 فيضانات الجنوب الشرقي بالاخص اقسم بالله الوقت كتبكي وخصوصا ساكنه هذه المنطقه ساكنه المنطقه اللي كتعتمد فقط على الفلاحه وكتعتمد على المعيشه اللي هي جد بسيطه ما عندنا فرص عمل ما عندنا فرص شغل ما عندنا حتى حاجه ويزيدوا وكذلك يعني طغاه مسؤولين طغاه ومنتخبين طغاه يخليوا البنيه التحتيه وعدم يعني تشييد القناطر وما يديروش السدود وما يقادوا حتى حاجه وفي الاخر يقولوا لك باننا خدام الدوله الخادم الوحيد والاحد اللي كاين هو الله وجلالة الملك نصره الله وايده والمسؤولين وكذلك الشرفاء الاحرار هناك مسؤولين الحمد لله ادوا القسم وجلسوا على كرسي واللي اللي في الحقيقه ما يجيهمش النعاس الا ما حطوش شي حاجه على حقها وطرقها لهذا اشكر مجددا نساء ورجال الدرك الملكي ونساء ورجال الامن الوطني وايضا اعوان السلطه والسلطه المحليه من قياد وبشوات فالله يهدي ما خلق رساله الساكنه واضحه ورساله الطريق اللي احنا غادي نمشيو باش نشوفوا واش كاينين فرق الانقاذ واش لقاو هاد الاجنبي ولا ما لقاوهش واحنا حصلنا هنا بان الاخر لقاو بان الاجنبي الثاني تما راه لقاو صافي راه لقاو تما لقاو تما نيت في ملعب حدا قبل القنطره تما راه يعني راه فاتكو الجماعه تما صافي راه لقاو يعني راه بعدا راه لقاو الثاني نيت صافي راه سالا هنا متابعي قناه شوف تيفي خبر خبر ديال ان الاجنبي الاخر يعني لقاوه خصوصا يعني في ملعب يعني في ملعب ياك في الملعب لقاو نيت في الدخله ديال الملعب في الدخله ديال الملعب شكرا لساكنه المنطقه شكرا للسلطه المحليه شكرا لرجال الدرك الملكي شكرا للوقايه المدنيه شكرا لفرق الانقاذ الاقوياء اللي كنلقاوهم في الشدائد فالحمد لله ثم الحمد لله خبر اللي في الحقيقه على الاقل ولو انه نقول ان لله وان اليه راجعون ولكن نقول الحمد لله لانهم لقاوه فملعب وهذا هو الخبر اللي كاين يعني لحد الان ها هو السيد يعني هذا التهور اللي ما كنبغيوش غادي يوسخ راسو ويوسخ حالته هذا هو التهور واخا موتور واخا سميتو هذا هو التهور واش
على مقربات ساعة وربع الحمد لله ملي لقاو بعدا على الأقل. فكنشكروا يعني رجال الإنقاذ وأيضا القوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطة المحلية اللي واقفة جنبا بجنب وعيون لا تنام بهذا الإقليم الحبيب وبضواحي تين جداد. يعني نحاولوا ما أمكن نرجعوا. هضروا عاودوا لنا على الواد، عاودوا لنا على سميتو، شكون الاخر شكون هذا الناس؟ عاودوا لنا على الواد شكون ولا شي السمازيغت الي لا لا احمد نحسبوا واحد الواد الحمد لله على هذا الخير هذا. لا الحمد لله ربي نشكر راس او دانا سبوا وقع اللي وقع حتى لهاد الاجانب. انك ان شاء الله وما قدر فعل ورجعت راجل جرود نيتو قان فعلا بنادم إلا نتو دار النشرات الإنذارية هادي التاوية اثنان يا خس الحيل أردي زروياس العوان ربات لا حود وجهو المشكل كان الوفاة نختي لا قدر الله. إيوا نحمد ربي نشكر راس سي نوزير دارنا جدان فعلا ثلاث نت مازيرت ثلاث نت مازيرت كان يسقاس الجفاف في خان كواهلي اللي مختن مدناوان دغات الحمد لله والشكر لله هادي زايد ربي الخير نس يجوين الرحمد يما يجاوك الخير يتمازيرت ان شاء الله. ولكن سمعتي بالوفاة ديال هذه فعلا فعلا صنات صنات وقعيات الكارثة نمشي درنا لنا التهور بنادم دا تينياسي في داتاس يني غاتغي غاتزريغو هوت على الطونوبيل غوريدو بالكابين الى غير ذلك ولكن ما ناتوريكش نتلي الثقة بنادم ما ياخش الحيل مشو نقولها ساعة ولو ساعتين ثلاث سوايع ماشي مشكلة أرناك يقولوا بنادم ما تسلم تيديا كل شيء. إيوا هذا ما كان نرحموا لنا يسوس عارف سنة تخدر سنين يكوني. بارك الله عليك. شكر الجزيل لهذه الكلمات معبرة وكذلك لابن المنطقة اللي في الحقيقة متابعي قناة شوف تيفي قدم رسائل مهمة. هناك نشرات إنذارية وهناك يعني تهور ديال مجموعة من السائقين، هناك يعني الرسالة واضحة للمنتخبين والمسؤولين أنقذوا ما يمكن إنقاذه. وأيضا شكرا لله شكرا لله ولله الحمد على هذه الخيرات، وما بغيناش أنه يكون شي تهور كما قال بأنه تقدر توصل على ساعتين ولا ساعة ولا ثلاث سوايع. اللهم تمشي بشوية بالسلامة، اللهم بالسلامة أحسن ما تكون ندامة. تبارك الله عليكم. بالنسبة للنصراني ثاني راه تلقى تلقى قلنا لا واش لقاو النصراني ثاني قول لي فين لقاو؟ واد مروتشا واد مروتشا دوار دوار مروتشا قريب من اللعب دخل ديال الملعب مروتشا كيكون دابا حتى كاين كاين دابا باقي قدامنا دابا الدوار هذا ايزيل عاد ايكلي عاد الدخل مروتشا عاد من اللعب يعني لقاوه مروتشا على حسب المصادر دابا قال لك يعني راه انت شلو الجته ديالو تما في مروتشا نيك تما فاش لقاوه بعدا راه يعني هو راه داكشي اللي كتب عليه بعدا باش حتى هادو كيرتاحوا اكيد اكيد حتى اكيد ان الروح الا تلقات راه اكيد كترتاح يرتاحوا عاود حتى الاعوان السلطه والوقايه المدنيه ورجال الدرك مساكن حتى هما راه من 5 الصباح حتى هما راه ملي طاح الطوموبيل تما راه هما كيتجراو راه جاوا الفرق الانقاذ من الرشيديه من قليومه يعني راه اسطول ديال اسطول ديال فرق الانقاذ وايضا رجال الدرك الملكي وقوات المساعده كامل الواد نيت من تما فاش طاحوا يعني راه مشاو تما شي 20 كيلومتر هما كيمشيو بجنبات الواد شي كيمشي في هاد الضفه شي كيمشي في الضفه الاخرى فهمتي وما يعني راه لقاو مع المغرب قال لك حسب الدراري هنا دابا اللي كانوا تما راه قال لك راه جاو تما مع المغرب بعدا راه لقاو بعدا ما طيحش ذاك الواد الكبير عاود اللي جاي من تنغير الحمد لله بعدا راه لقاو باش الحمد لله على كل حال تهلاو حتى هما بعدا واخا الحمد لله مشى الله يعني الحمد لله على كل حال. هنا اشكر مجددا متابعي قناه شوف تيفي السلطات المحليه وايضا فرق الانقاذ بمدينه الرشيديه اللي التحقوا هنا بملعب وايضا تين جداد لانقاذ ما يمكن انقاذه من هذا يعني الاجنبي اللي كان يعني في عداد المفقودين.
فحياكم الله والشكر الجزيل لكل المتابعين داخل الوطن وخارج أرض الوطن. وهنا متابعي قناة شوف تيفي أقول ينتهي بثي إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن، وتبارك الله عليكم حيث يبقى شعاري الخالد والأبدي الله الوطن الملك ولا عزاء للحاقدين المنافقين والنمامين وجيران السوء وناهب المال العام من مسؤولين ومنتخبين غير شرفاء للمملكة المغربية العلوية الشريفة. أتبارك الله عليكم أخوك، الله يحفظكم. تحياتي من طنجة، سي سعيد صبري، مجموعة من المتابعين مازالين معنا لحد الآن، فحياكم الله وتبارك الله عليكم لأنكم بقيتوا معنا أكثر من ساعة وربعة، يعني وربع ساعة و15 أو دقيقة بقيتوا معنا في هذا البث هذا، وحنا كنحاولوا ما أمكن نعطيو جميع المعطيات اللي كاينين في فيضانات الفاجعة الفيضانات بمدن الجنوب الشرقي. هنا لقينا متابعي قناة الشعب، لقينا أربع أجانب اللي هما مع الخمسة الصباح كيف ما قلنا خرجوا كونجي، ولكن خرجوا باش انهم يمشيو في حالتهم. وعن مصادر ايضا اخرى كتقول بان هناك واحد فيهم بغاو يحتفلوا به لانه قريب يخرج للتقاعد، لكن وفاته المنيه بوادي ايزيلف. جوزيف مون وهبي، كاينين مجموعه من المتابعين والمتابعات اللي التحقوا بنا جداد وما عرفوش يعني الموضوع. موضوع راه قلنا العنوان، اللي هو فاجعه الفيضان ديال مدن الجنوب الشرقي. فاجعه فيضان الجنوب الشرقي كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي، هادو اربع اجانب اللي هما خدامين في المنجم سالوا العمل ديالهم وخارجين كونجي ودازوا من حدا يعني من الواد ديال ايزيلف اللي كان حامل بزاف، وتما حاولوا قالوا غادي ندوزوا يعني حيت عندهم سياره رباعيه الدفع وقالوا غادي يدوسوا، لكن السيول جرفت السياره ولحتهم يعني بجناب القنطره الجناب يعني هذيك القنطره الجناب يعني الواد جوج يعني حاولوا ما امكن انهم ينقذوا راسهم بحكم يعني السباحه عارفين انهم يعوموا، لكن الاخرين باقي العمر باقي العمر الحمد لله، والاخرين وقيل ما استطعوش، واحد يعني لقاه والاخر يعني كان من عداد المفقودين، لكن هناك اخبار الان كتقول بانه لقاوه في هذه الاثناء في ملعب دوار مروتشا تبع القيادات من اللعب تابع لقيادات من اللعب. اخر كلمه اخي اللي تبغي تقول للناس اللي كيجوا من هنا واللي تبغي تقول للمنطقه واللي تبغي توصل وكذلك حتى للمسؤولين والمنتخبين. بالنسبه اخويا اخر كلمه بالنسبه سميتو، انا يعني كنقول للناس باش ملي يشوفوا زعما هاد الاوديه راه ما فيهمش اللعب، واخا يكون صغير واخا هكاك بنادم يمشي بشويه، يعني راه كيكون اعوان السلطه كيكون الدار كيكون مخزنيه كي الحمد لله، فاش كيكون شي واد راه يعني راه كيكونوا جنب الطريق هما السباقين يعني الاخر، باش الناس يلتزموا التعليمات ديالهم باش ما يجي يغمروش هكا بالارواح ديالهم هكايا. واخا تشوف زعما يكون عند وقت تقول زعما راه عندي موتور صحيح ولا طوموبيله مجهده ولا يعني الماء راه ما فيهاش اللعب، يعني خصك تبقى نيت تتاكد نيت بانه 100% غدوز. وهنايا بنا بنادم معاك ماشي كيكون الجو، حنا عندنا هنا كيكون مبدل خص بنادم يحتاط من الويدان، لان دغيا هكايا واخا تقدر دابا تطيح شي رعده فوق شي 20 كيلومتر وانت كاع هنا الارض عندك ناشفه فهمتي، تقدر انت تبقى تقول غندوز ولا شي حاجه يباغتك الواد ولا شي حاجه يعني بنادم. وعاود الناس هكا اللي عندهم هذا الشيء ديال الديور ديال اكثريه الناس هنا ساكنين في الديور ديال التراب وداك الشيء الطين سميتو، يعني يحاول ما امكن يرمموا هكايا، لان الشتاء كتكون خصوصا دابا جاي فصل الشتاء وداك الشيء راه صعيب الحال. ونداء عاود للسلطات يسهلوا للناس هذا الشيء ديال الرخص هكا والترميم، لان الناس دابا كيبغي غير
غير بني دويره ديال راسو هكايا كيعقدوا المساطير هكا ديال البنيه سيره ديال الرخصه ما هادي يعني لا خص العالم القروي خصهم يسهلوا زعما كاين الاموريه ديال بالنسبه للترخيص وداك الشيء زعما يسهلوا لهم باش باش يبني واللي عاود عنده الدار هكا باش يسهلوا المسائل باش يرمم الدار ديالو ويدير يصلح ما يمكن يصلحوه ما يعقدوش على الناس هكايا فاش دابا نتايا كتكون الجو هكا مزيان الناس يعني السلطات كتزير شويه لا ما خصك تبني الرخصه هادي باش كيكون عاود الشتاء وسميتو وكيعاوني كيعانيو راه نديهم لهادي الخيريه راه نديو للناس يعني ما فيها باس الا سهلوا لهم الماموريات هكايا وزعما باش يعاونوا الناس يتعاون لان هنا ما دخلش زعما الشيء ديال العمران وداك الشيء سهلوا الناس المساطير ديال هادشي ديال الاصلاح والبناء هادشي اللي انا زعما كنشوف انا في النظر ديالي اكيد رساله واضحه واكيد انني سمعتها من عند مجموعه ديال المتابعين والمتابعات واذان ساكنه المنطقه اللي كيقول لك وقت ما وقعت شي كارثه اننا ما كنلقاو شكل اللي غادي يعطينا رخصه ما كنلقاو ما كيسهلوا معنا حتى حاجه ديورنا كاين ديورنا كي كي يعني كيسيخوا ديورنا كيمشيو بهاد التساقطات المطريه عندنا غير داكشي على قد الحال لهذا الرساله ديالهم واضحه والناس عاود ما يستهزئوش هكايا يقول زعما راه ما بقاتش زعما الشتاء كيف ما زمان هكايا ويمشيو يفلحوا حدا الويدان ولا مثلا يبنيو حدا الويدان هكا يقولك صافي راه الشتاء ديال التسعينات الثمانينات ما بقاش راه كلشي عند الله قريب فهمتي راه الواد راه الواد كيقولوا الناس زمان على الويدان حال في الوادي يرجع لبلاصتو شحال من واحد كيمشي يبني في الديور ويبني شحال من حاجه في الوديان ويديروا مقاعد اكبر دليل على ذلك دابا راه شتي داكشي اللي كنشوفوا حنا دابا في مواقع التواصل الاجتماعي داكشي اللي وقع لصحاب طاطا يعني راه اكثريه ديالهم راه كيفلحوا الويدان يعني سدوا بحال قلتي سدوا الويدان وبنوا حدا الويدان راه شحال من واحد مشى المهم الله يرحمهم امين اللهم امين يا ارحم الراحمين وهنا متابعي قناه شوف تي في اقول شكرا جزيلا لكم على التتبع ديالكم مازالين معكم احنا في الجنوب الشرقي هنا راه كاينه زخات مطريه اللي ربما كتشهدها وكذلك مدينه تنغير فالله يحضر السلامة خصوصا اليوم وغدا فهناك نشرة إنذارية لمدن الجنوب الشرقي بأن كاين تساقطات رعدية وعاصفة رعدية وكذلك فتوخوا الحيطة والحذر لكل مستعملي الطريق الرابطة لمدن الجنوب الشرقي سواء إقليم الرشيدية سواء إقليم ميدلت إقليم زاكورة وورزازات وتنغير وحياكم الله تبارك الله عليكم. غادي ندوز الواد نشوفوا الله واش يكون حل. هذا هو واد ايزيلف مقربات على مقربات واد ايزيلف هنا في راحوا ضحيه هاد الاجانب راحوا ضحيه هاد الواد كنا ماشيين جهه من اللعب باش نشوفوا يعني راه باقين ولكن ملي لقاو هذاك الاجنبي مسكين يعني راه كلشي ما سدوا الطريق ها الطريق مقطوع لا راه على ما اظن مكتوب الطريق مقطوع قبل ما يندوز احنا. السلام عليكم. اخباركم كلشي مزيان؟ السلام عليكم. شفتي؟ شفتي؟ بلا؟ ياك شفتي؟ واحسن الله. باقي. باقي شويه لا؟ هنا متابعي قناة شوف تيفي يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كنا غاديين وغادي باش ندوزو للملعب نشوفو كذلك فروق الانقاذ اللي هو تم الانقاذ ديال الاجنبي الاخر الرابع هنا يعني رجال الدرك الملكي والقوات المساعده والسلطه المحليه كيقولوا بان الطريق مقطوعه ولا يمكنكم المرور من هنا لان الواد عاوتاني حمل وهنا متابعي قناه الشعب انا بقاو معاهم ونشوفو شنو وقع كارثه هذه هذا مشكله صحيح